الحديث عن أهمية إصدار قانون جديد للانتخابات كما يطالب به المتظاهرون، وعن المخاوف من تكرار محاولات الأحزاب بتزوير الانتخابات إذا أقرت انتخابات مبكرة. معنا هاتفيا من عمان رحيم الكبيسي أستاذ القانون الدولي، مرحبا بك. إذا 6 أشهر مرت على إقرار قانون الانتخابات الجديد و170 نائبا جديدا يتحركون لتعديل القانون وإعادة الفقرات التي غيرت منه، ولا سيما عدد الدوائر الانتخابية وترشيح المستقلين، كيف تقرأ هذه الخطوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم، تحياتي في قناتكم الكرام. حياك الله. حقيقة مشروع القانون الذي قدم من رئيس الجمهورية، وهذا المشروع قدم تحت ضغط الشارع في ديسمبر من الماضية، ونحن نعرف أن الثوار نزلوا إلى الساحات الأول من تشرين، الأول من أكتوبر 2019، وازداد الضغط لإجراء إصلاح سياسي وكنس العملية السياسية بصورة عامة، والثوار يريدون قانون انتخاب جديد، يريدون مفوضية مستقلة حقيقة جديدة في هذه الحالة، يريدون محاسبة الذين أثروا على حساب المال العام منذ 2003 إلى يومنا هذا. وفعلا مشروع القانون الحقيقة لما قدمه رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب تمت المصادقة على غالبية المواد، ومنها المادة 15 والمادة 16. هذه المادة التي تقسم العراق او خريطه العراق على اساس دوائر متعدده. نعم. وانتخاب فرد وهو مكتب في هذه الحاله. اذا عيدان الفساد لا يستطيعون في هذه الحاله طالما ان هناك دوائر متعدده وان هناك انتخاب فردي ويسمح للمستقلين، ولا يسمح، هذه نقطه مهمه، لا يسمح لرئيس الجمهوريه ولا لرئيس الوزراء ولا لنوابه ولا لكل الذين تقلدوا مواقع متقدمة في الإدارة العراقية الاشتراك في الانتخابات. طيب أستاذ رحيم، إذن يعني هل كانت نية للانقلاب على القانون الذي أراده المتظاهرون وكانت مبيتة أصلا من الأحزاب السياسية، ولماذا تأخر إرسال القانون من البرلمان إلى رئيس الجمهورية؟ هم طبعا يفسرون كانت هناك خلافات بين الكتل السياسية. نحن نعرف أي قانون يصدر يجب أن يحقق رغبة الطبقة السياسية وليس مصلحة المواطنين العراقيين، وبالتالي هم يتداولون فيما بينهم لكي يستمروا، لكي تستمر هذه العتان مرة ثانية وثالثة ورابعة في هذه الحالة. لكن هذا القانون كان المفروض من ديسمبر 2019 على الأقل بعد مناقشته بالقراءة الأولى والقراءة الثانية يرسل إلى رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية خلال 15 يوما إما أن يعيده إلى البرلمان أو يصادق عليه. هم تذرعوا طبعا، تذرعوا بالفصل التشريعي والإجازة التشريعية، وبعد ذلك الكورونا، عند ذلك خفت الشارع، خف والضغط خف في هذه الحالة، ولهذا لا. أرادوا الانقلاب مرة أخرى للمكاسب التي تنازلوا عنها. طيب. لمصلحة الجمهور، وهكذا نرى لحد الآن القانون يراوح في مجلس النواب، لا لم يرسل إلى رئيس الجمهورية. وأنا أتصور عذر المقاطعة، يعني إذا أجريت انتخابات مبكرة في العراق كما يريد المتظاهرون، ما الضمانات والمطلوب لإجراء انتخابات نزيهة في العراق؟ انتخابات نزيهة ونظيفة وخالية من التزوير تتطلب هذا القانون بصيغته التي أرسلها رئيس الجمهورية، وليس بالتعديلات التي تجرى عليها. ده واحد. اثنين، مفوضية انتخاب مستقلة حقيقة. هذه المفوضية لا زالت محافظة بالرغم من التعديل الذي جرى عليها، وأوكل بالأمر إلى 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 قضاة، لكن القضاة الذين سيروا لهذه الهيئة جاءوا عن طريق المحافظة. نعم.
وليس بناء على كفاءة معينة أو استقلالية حقيقية معينة، بل أن النقطة الثانية أو المجموعات التي تدير العملية الانتخابية مطعون بنزاهتها. إذا نحن لازلنا نتخوف إذا بقي الأمر هكذا، أن كثير من الكتل السياسية لديها أجنحة عسكرية والسلاح عندما يكون بيدها هؤلاء، إذا لا يمكن أن تكون هناك عملية انتخابية مقبولة في هذه الحالة من الشارع. شكرا جزيلا لك من عمان السيد رحيم الكبيسي، أستاذ القانون الدولي.